لنا اللايف، ادعوا لنا اللايف في الجروبات يا شباب عشان غيرك عارف، عشان الناس في تفاهم حاصل. بالنسبة ليوم 29 استشهد فيه الشهداء الشهيد عثمان أحمد، ربنا يرحمه ويغفر له، والشهيد متسر لهم الرحمة يا رب. ما زلنا في دولة الغم ودولة الدم. الناس تشير اللايف يا شباب بسرعة، بايقات ولصقات عشان اللايف يصل لكل الناس. الناس تشير لنا اللايف يا شباب بقدر الإمكان، الناس تشير لنا اللايف عشان نوضح حقائق، نوضح حقيقة، هي توضيح بسيط شديد بخصوص اللايف المتداول على انه الشهيد المغفور له بإذن الله عثمان أحمد. الناس تشير اللايف يا شباب، شير 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 يا ناس بيشاهدونا، 5 فارديل شيروا لنا اللايف ده، 5 فارديل شيروا لنا اللايف، 6 حاليا ها يصل يصل بس مستوى على كده نبدأ الحديث. هو الحياة دار هني بالعيد، رغم انه العيد عيد مأساوي كالعادة، يعني من 3 سنين ما ذقنا فرحة العيد، ما ذقنا طعم العيد. يعني لكن برضو الواجب نقوله كل عام، الشعب السوداني بخير وربنا حقق الأمانة وعبار الخير، تترادم والدنيا تمشي تغرية وكل أمانينا محققة وكل أهداف ثورتنا محققة، والغصاص العادل لشهدائنا في السنة القادمة وخلال السنة دي نحقق مطالب الثورة ونحقق الغصاص العادل لشهدائنا من 89 إلى آخر شهيد سقط والأمس 29، الشهيد عثمان أحمد والشهيد متسر. فاللايف ماشي كويس الشير عشان الناس تعرف، عشان ما أقدر أوضح داني لأنه صراحة كده ما زعلوا لأي حاجة. فأنا بشكر الناس كثير على الاهتمام، بشكر الناس كثير على أنه مهتمية بالحياة دي وبتاير تعرف، بس لأنه الناس كثيرة ما قدرت أوضح لأي زول، ما قدرت أرد على التلفونات الكثيرة اللي بتجي، على الرسائل المسجات اللي بتجي، عشان كده بس اختصرت الموضوع ده في لايف في بوستي كتبته مبارح. أظن أنه البوست ما وصل لأنه ما تشير صح، فحضر أرفع لايف، اضطريت أرفع لايف لأنه الناس تعرف الحقيقة من لسان الشخص. يعني الفيديو متداول على انه الشهيد عثمان احمد. الثالثة التوضيح المهم، الناس بتشير لنا اللايف عشان ما نوضح تاني كشخص، ونحن برضو عندنا اسر وعندنا اهل برا السودان وعندنا اهل داخل السودان، يعني حالة بالبلة يعني، لانه الفيديو انتشر انتشار واسع، فلازم الناس تشير لنا اللايف ده. مرة تانية نترحم على الشهيد عثمان احمد والشهيد متسر في يوم 29 في رمضان، الذكرى الثانية لفضل الاعتصام، الذكرى الأليمة، وجات داني ذكرى أليمة. نترحم عليهم وربنا يرحمهم يا رب، وحنقول لهم مواصلين في سكة النضال، لما نجيب حقهم نجيب حق كل الشهداء إن شاء الله، وما قدير عليهم. فالناس تشير لنا اللايف، لسه اللايف طيب شوية، الناس تشير لنا اللايف لو صوت مسموع، تعليقات عشان نبت طوالي بعد اللايف حقكم، مدته عبارة عن 15 دقيقة أو 10 دقائق، حاليا مرت منه 5 دقائق، دارين اللايف ده عبر سرعة. ياريت الناس تشير لنا، ياريت الناس تشير اللايف ده عشان تصل لكل الناس، عشان نوضح اللمسة الحصل إنه يا ده الشهيد، تم الشهيد كاريكا شهيد عثمان تهو ما هو، نوضح كل الحياة دي. بس سرعة الناس تبدأ تشير لنا اللايف، 36 شخص، أي زول فيكم يدعي لنا اللايف في جروب عشان بس للمعلومة يعني، بس لأنه زول يعرف إنه يا أخي لا دشتا الحمد لله إنه داعش ما كان المقصود بالجهة الفلانية. فأي زول يدعي لنا اللايف ده بس في جروب من الجروبات اللي عندك شير لنا عشان غيرك يعرف، عشان الحقيقة تصل، عشان ما يكون في لمس، عشان ما يكون في ناس لسه ما مستوعب إنه ده استشهد تماهو ده تماهو. فكلنا الناس تشير اللايف، قبال ما تشير اللايف حقول الدعم جاء، فض البلد والاعتصام الدعم جاء، جاب الحرب بدل السلام الدعم جاء، رفعوا له ناس قحط التمام الدعم جاء، حبوب عش طبلت حمدوك سكت غلبوا الكلام الدعم جاء، والجيش ركض لبس الرحت ترعى الزمام الدعم جاء، سووا له سلطة على البلد
نهب الموارد بالحرام الدعمجة، سرق البلد باع العساكر بالجرام الدعمجة. الدعمجة الدعم يا هجن جويد، الدعم فضل الاعتصام، الدعم هو الكدل الشهيد. الدعم شافع ما بلق تلقاه يا بحمد حميد. الدعم مرتزق وتشاد من كم مشرد وكم طريد. يا جيشنا يا خيبة الجيوش قاعد تعاين من بعيد، سموك حامي الشعب ساي لكن ولا مدان نعيد. كم حامي ساكت وكم لوى، كم فرغة يا وجع القصيد. ونجوم ونجوم بتلمع في الكتوف يا خيبة العامل عقيد. وإن كنت حق كنت الله صح، ما كان بمشيكم حمد البليد. حتى طوال يعني السلام عليكم شباب، أخيرا سهرت في اللايف. بس أخيرا سهرت لكم لايف. لسه 68 مشاهدة، ما قوية شديد. كل الناس هنا للتوضيح، أنا عباس كاريكا مع يعني باسم الصفحة. حصل لمس يوم 29 في فيديو، كان حصل هدفت في القيادة، وبعد الاستشهاد الشهيد عثمان الناس كلها اداوه الفيديو على انه هو ده الشهيد، وانه تم ارصاده بعد الفيديو وتم اغتياره بسبب الفيديو و و و و و و و لدرجة انه في مكالمات كثيرة بتتصل وناس كثيرة بتسأل ده الشهيد ده شهيد ده كاريكا ده عثمان لا ده عثمان لا ده عباس لكن طلع اسمه عثمان. فخاشين الموتة دي كلها تفاصيل زي دي كثيرة، يعني حتى شككوا في اسمي ساد يعني لا تقاريق بعناده. هو كان خاشين الموتة دي كلها انه طلع اسمه عثمان. لا يا جماعة، عثمان ربنا يرحمه براو، وعباس كاريكا براو. الحصل كله انه يا اخي انا ما عارف كان في شبه واضح، هل في شبه، هل الشهيد كان موجود اثناء الفيديو الهداف. فالمهم الفيديو طلع على التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا على اساس انه يا اخي الهدف الهداف ده الشهيد عثمان، والناس اتداولته بزعل بهنا. لو انا بالامر بيدي انا من هنا بهدي الهداف ده لروح المرحوم عثمان احمد ولاسرته، لانه هو بطل حقيقه يعني. هو زول يعني قدم روحه رخيص اتجاه الوطن ده، ولحق رفاقنا ولحق اخواننا الماتوا. فالحصل انه يا اخي انا عباس الحمد لله موجود حي، لم أنا الشرف الشهادة بعد، ولكن على درب الشهداء سايرون، على درب النضال سايرون، وعلى درب الحرية ماضون. فتلتد توضيح اللي أنا دار أقوله إنه يا أخ ما أنا الشهيد، عثمان هو الشهيد. أنا عباس صاحب الهداف القلتو وصاحب الفيديو المتداول على إنه هو عثمان هو الشهيد، متداول على اساس انه هو ده الشهيد في الفيديو ده، وتم ارصاده وتم اغتياله. فناس كثيره بتسال يعني، انا ما داير اطلع لايف، ما داير اخش في تفاصيل زي دي، لكن اضطريت يعني حقيقه كده اضطريت انه انا اخش لايف عشان ما تحصل الحاجه دي. اوضح للناس انه يا اخي انا عباس مره ثانيه بعيده، الحمد لله بصحه جيده وعافيه قدامكم. ربنا يرحم الشهيد عثمان ويصبر رسلته ويصبرنا على الفراق، والشهيد متسر برضو. هذا التفصيل اللي انا داير اقوله، ودي الحاله اللي داير اقولها بجد يعني. ناس كثيره اتصلت، بشكر الناس اللي اتصلت، بشكر الناس اللي وضحت الحاله دي، وبشكر الناس اللي ارسلت لي رسائل مسج واس ماسنجر ما قدرت ارد على لكميه الرسائل حقيقه. فبشكر الناس اللي اهتمت ووضحت للاسر وللاخوان وللوالده للحياة دي، لأنه كان في قلق كبير شديد. لحين أنه نفس اليوم تلفوني ما كان معي، عشان كده ما قدرت أرد على زول، ما قدرت أقول له لا ده أنا معنا. فتل حايل كان المفروض أوضحها، فبعتذر مرة أخرى على التأخير على عدم التوضيح. فكانت ظروف غصبا عني، ما كان في وقت، التلفون بعيد مني. تاني يوم طوال مشينا الداخل بتاع الشهيد عثمان زاد، والناس هناك اتفاجأت كثير وبتسأل تيت ما انت. ف أنا الحمد لله بخير عافية، لكن على درب الشهداء سايرون. ما دار أطول في اللايف، تم 10 دقائق، تم 11 دقيقة، ما حطول في اللايف أكثر من كده. لكن أريد الناس تشير لنا اللايف ده، 104 105، الناس تشير لنا اللايف ده قدر الإمكان عشان نصل للعامة ويبقى توضيح واضح، عشان الناس ده أنا ما تتداول الفيديو في التواصل الاجتماعي. أنا عباس كاريكا صاحب الفيديو المتداول على شوشال ميديا على أساس إنه هو الشهيد عثمان.
ربنا يرحمه، أنا صاحب الفيديو عباس قريقة حي يرزق، ولما أنا شرف الشهادة بعد ونتمنى الشهادة يعني ونتمنى حسن الخاتمة. تلت توضيح بس ما أقدر من كده، هاختم اللايف عشان أقوم حاجة مختصرة للناس تجي تشاهد. أبقوا عافي، شكرا لكم كثير على المتابعة.